ما نشاهده الآن تطوير منطقة كوبري سندوب العلو، يشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. هذه العمارات المرتفعة كانت منطقة عشوائية تأوي القطط والكلاب، فكرت القيادة السياسية أن تجعل هذه المنطقة تتناسب مع روعة الكوبري أو كوبري سندوب العلو، فتم وضع الخطة لتطوير هذه المنطقة، وها هي العمارات ترتفع كما نشاهد. عمارات منطقة كوبري سندوب العلو، مخطط أن تكون المنطقة بها حدائق عامة، بها مولات وأسواق راقية، ومنطقة تتميز بالحدائق منطقة كوبري سندوب العلو. القطار المتجه من المنصورة إلى الزقازيق مروراً بمحطة سندوب هذه.